صباح الفل، اخباركم ايه؟ جمعه مباركه. افطار الجمعه طبعا بيبقى مختلف. جوزي دايما بيصحى كده يوم الجمعه يقول لي قبل ما اروح اصلي واجي تكوني محضره لي اكله كده فاخر من الاخر. ما لقيتش النهارده بصراحه غير ايه بقى، شويه كبد وكلاوي ومخاصي كده. واقول لك ازاي المخاصي بتاعتك ما تطلعش يعني ما تبقاش زفره خالص ويبقى طعمها حلو جدا جدا. اول حاجه كده اهوت يا اخواتي، طاسه فيها معلقتين ثلاثه من الزيت، تمام؟ وانا عايزه راس توم. كل ما تكتري التوم بتاعك عايزه اقول لك ان الكبده بتبقى طعمها يا نهار ابيض. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه، هي بتتباع في المطاعم كده، المطاعم الكبيره بتاكلي منها الكبده بتبقى طعمها حلو جدا. عايزه اقول لكم ان انتوا بتاكلوا الصوص اصلا يعني بصوا قبل الكبده نفسها، تمام كده. ارجع بقى يا بنات للمخاصي، مش عايزاها تزفر معاكي. هتعملي ايه؟ هتعملي لها محلول تنقعيها فيه، عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين من الميه، معلقه من الخل، عصره ليمونه، وتجيبي فص توم كده اهوت وتقومي اسمنه الصين وتحطيها وتنقعيها لمده نص ساعه ولا حاجه، تمام. وبعد كده تغسليها كويس جدا. عايزه اقول لك مفيش ريحه زفاره خالص وبتبقى في منتهى الجمال. خلاص يا جماعه التوم معايا كده بدا ان هو يدبل خالص، قمت مقطعه قرنين فلفل حامي وواحد فلفل رومي كده اهوت، وقمت حطاهم يتشوحوا كلهم مع بعض، تمام. انا عايزه اوريكم شكل الكبده والكلاوي والمخاصي متقطعه ازاي. تعالوا شوفوا الجمال والنظافه، شايفين يا جماعه الطبق بيتكلم عن نفسه ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده اهوت قلب بقى وكلاوي، بصوا يعني ده طبق مشكل كده في كل حاجه. خلاص كده طبعا الكبده انا بصراحه بحب دايما ان انا اشطفها بالخل، وان انت مش حابه تغسليها براحتك خالص، دي اختياريه، تمام كده. وزي ما قلت لكم يا جماعه الطبق كده ما شاء الله، اول ما التوم بتاعي يبدا يدبل كده اهوت زي ما انتم شايفين، انا مش عايزاه ياخد لون ولا حاجه، انا عايزاه يدوبك كده يصفر بحيث ان هو يبقى الصوص بتاعه حلو قوي كده، وطعم الكبده بتاعك بجد هتضرب نار. اللهم بارك يا جماعه، هي مش محتاجه بس غير كيس كده يعيش مفقع وطبق مخلل كده وبالف هنا وشفا. جربي الوصفه كده وقولي لي ايه رايك فيها، تمام. خلاص يا جماعه كده التوم معايا خلاص كده زي الفل، هبدا اضيف على طول الكبده بتاعتي. اللهم بارك، بصوا هو بدا ان هو يصفر حاجه بسيطه خلاص كده. وطبعا زي ما انتم شايفين هديها تقلبتين ثلاثه كده اهوت كويس جدا، وهقوم كمراها بحيث ان هي هتنزل شويه ميه كده ماشي، كل حاجه تستوي فيها، فاهمه قصدي؟ طبعا انا ما بضيفش ميه ولا اي حاجه، هي بتنزل ميتها. وهوديكوا دلوقتي انا لما اكمرها بالغطا هتنزل ميه كده صوص كده، هوريه لكم هيبقى شكله عامل ازاي، تمام. وتوابلنا طبعا مفيش اجمل ولا اسهل من كده. اساس الكبده يا جماعه طبعا ملح وفلفل اسود وشويه كمون، رشه بسيطه من جوز الطيب لو حابه، تمام كده. وطبعا انت عندك توابل بتحبي دايما تحطيها في اكلك حطيها، مفيش اي مشكله خالص، انت وراحتك وانت ومزاجك. خلاص كده لو وصلت معايا لغايه هنا وما حطيتش اللايك يا ريت تحط اللايك زي ما انتم شايفين كده اهوت، ونص معلقه صغيره كده من السبع بهارات وكده حلو قوي، تمام. هقلب بقى كده اهوت زي ما انتم شايفين ماشي، واسيبها بقى تاخد وتدي كده بشكل ودي. وعايزه اقول لك انا عايزاكي بجد جربي الوصفه وتقولي لي رايك فيها، لان رايكم يا جماعه بيفرق معايا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده اهوت تقليبه بقى كده وبالراحه عشان خاطر الكبده ما تتهريش منك ولا حاجه ماشي. اول شايفين يا جماعه شكلها، انا هغطيها بالغطا وبعدها بشويه شايفين بقى ده الميه او الصوص اللي انا بقول لك عليه نزل كده من كل الحاجات اللي انا حطاها زي ما انتم شايفين، وبرده هغطي عليها كده واسيبها تاخد وتدي بشكل ودي كده بحيث ان هي تستوي ما تبقاش شاده معاكي كده وانت جايه تاكليها خلاص كده. لكن كله على عالي كده من غير مثلا الكاميرا بتاعت الغطا دي بصراحه بتطلع بتشد معاكي شويه، لكن الطريقه دي حلوه جدا جدا اللهم بارك. خلاص كده تقلبتين ثلاثه واقوم برده مغطياها كده لغايه لما تنشف خالص كده، وهوريكي شكلها في الاخر بجد بيتكلم عن نفسه. اللهم بارك يا جماعه، شايفين الجمال والحلاوه؟ لا بجد انا عايزاكي بجد يا بنت ست البنات تقولي لي رايك فيها ايه، لان بجد بجد هتعجبك جدا جدا. وبس كده يا جماعه جمعه مباركه، اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يعجبكم، لايك وكومنت وشير، واتمنوا لي الخير ان شاء الله، واستنوني في فيديو جديد. بحبكم جدا يا اخواتي عشان انتوا بتدعموني كده.